واحنا الجزائري والمغربي الجزائري هو هو كيقول لك الجزائري كنظن انه كاين مغربي هذا كيضحك عليا صلاه العيد قال لك يا راه في كازا والعمارات قال لك هو ما فهمت انا والو قال لك كازا شحال مختار سكرت في الحي واعره شحال من المشاكل في الخانة الجزائرية ديالنا وفي المواعز ديالنا حي المحمدي انا من ليبوك تاع المشاهب والغيمه وساعتكم المشاهب والغيمه المهم الدراري ديالنا العيد دابا جينا نفطروا مع عرض علينا عزيز الجزائري ديالنا الجزائري ديالنا الشباب حتى هو لي كليون الماكله مزيانه كاين مشاكل طاجين طاجين تخرجوا على راسك ان شاء الله في نهار العيد الا تبعتوا شي طاجين تقطع عندي والله واحد عطيته لمحمد ما عرفش موراه والله انا ما عندي انا عندي غطا واد بزاف قلت ندبروا الطاجين طاجين ولا لا 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 اجي محمد طريق انا ديباني ما طلبتي والو انت طاجين 95 الدور اجي نقول له مريض الدار راسي كنقهوه لا وري حاط طاجين $70 طاجين مغربي تشوفوا هذا ماشي امبورت من مروكو مراكش مراكش وعزيز راه خصو يتزوج شي مغربيه انا هو فينو الناس اللي كيشاهدوا من استراليا اللي بغا يجي ريزيرفي الطاجين من عند لو سوق سنتر ماركت ها لي بري بايد مايد المروكو هي ها الكبير 195 ويدير معاكم التمن يدير مع التمن مع العرب جبت جبت شي طرو هو قال لكم عندي ما ندير بكم عاد فيهم الفورا لا لا جاتني واحد السعوديه شرات عليا الكسكس قالت لي اعطيني الديسكو والله العظيم بعدين الله شنو هاد الكسكس قالت لي غالي قلنا نديرو لك الباكيج ونجيبوه لك وغالي انا انا بعدا شحال الناس كيستخدم شحال الجيريان كاين في ادلايد رافلي كاين شي بزاف ياك 40 انا شكون فتات كدو كاين تبارك الله كاين المغاربه الله عمرها دار لا قربا عمرها اصلا عندك عايلون عاوتاني لا الله عمرها دار هاتي قولي كيكون باتاي تي الامانت قتلتونا باتاي خضر في الحمراء والنعنع حرينا في هاد خينا هذا رمضان كامل ما دارش شي هاد عبد الله هذا عبد الله ما بانش في رمضان رمضان كامل ما شفناه شي كتعرف هاد الجميع وسكت شوني ما شفنا شي شهر ما شفنا شوني تا هو القهوه ما خلصناهاش هاد الجميع جبنا لك نشربوا قهوه فابور ضاربين 10 دولار عجبنا كرواسون واقيلا ما عرف مين جابها بارده انا كلوب طونوبي خليك عندي شي المهم السلام عليكم الدراري اليوم حنا موضوع جبدنا مع الدراري الناس اللي كيتزوجوا بالكوار وكي يعني كيعملوا هذا مع الكوار كيزاك يا ولد المغرب بوحدو اما كي ياود حمق يا كي ياود سط كيديروا لي راسك خا شي يديروا لي راسك هذيك 100% مطفوكه مسكين شحال واحد كيهبط علينا هنايا قانون القانون ضد برا كيجي بالصف المرأة ولا الدراجة؟ المرأة مرأة كترجعوا باش بلاصتك كحلة يعني إذا كنت تدور الجوانات ويعاودوا الحصاص ولاد الدرب أنا كنت أنا كنت المالك ديالكم أنا أسترالية كامل كنت حاكمة هذا موضوع مهم بزاف أخوتي المغاربة جوج مواضيع أنا اليوم الموضوع الأولاني هو اللي كيتزوج النصارى ولادو كيطلعوا نصارى الأولانية علاش؟ حيت هو ما عرفش يربيهم ولا هو عميمو يعني الولد الى عمل 4 سنين 5 سنين هبطوا المغرب هبطوا دوزوا المغرب 5 سنين بقى في المغرب يتعلم الاسلام المغربي العربيه ديك الساعات بعدا علم شي حاجه مزيانه ملي كيكبر الثقافه ديال المسلمين العربيه كاينه وكاين واحد الطبقه كيولدوا ولادهم هنايا وكيولي يجي يقول له عيسى المسيح كان جالس معايا البارح كيقول له كذا لان علاش فهمتيني هذا هو ملي كيبقاو ولادك محمد كيبقاو ماهو مايده ماهو مايده دابا المشكله انه في الاخر كتبرصك جبعتي فلوس هبطتي بحالك المغرب ولكن ولادك ديالك ولكن خسارتي بزاف
يعني دابا المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ هو تجمع البالة وتجمع البكية وتعوض البلاد ويديروا لك راس خمسة في الكلمية. هو يهودوا عليك. هو راه هادشي نوليو عما تبقى هنا ديك العقل. اجي دابا كنهضر مع الناس تما، دابا الناس كتهود المغرب، كاين واحد الغلط كيديروه بزاف في المغرب. فعزو بسم الله الله يحفظك ما تغداليش في وجهك. ميرسي بوكو. كيجي وجوه هنايا مثلا كيعمل الهواول ياه. كيهود المغرب، إذا ما غاتشوف شي ولدك كثر. إذا ما غاتشوف شي ولدك كثر. يا كاين ولا ما كاينش؟ إلا ما هاودش معاك المغرب. لا راح معايدو فوقي يسالوني. لينا راه مسائل. عادي من 18 راه تشوز ورا بي ورا دو. هاد الغرب بزاف الناس ما عرفيناش. كيسحبوا من الناس هنا سبع العصر في الجامع الصحة وغاتسدى فهمتيني؟ صحتكم مسروقة الخيام. عيد مبارك. عيد مبارك. الحرام على الصباح. الحرام نهار بلاد الحرام. كيقول اسمع شكون يوز لك الدقيق فيهم زين كيبدا لك العام مضخم فهمت؟ هذا الموضوع زيد معاه ياش هذا الموضوع مهم من محمد محمد هذا الموضوع مهم بزاف بزاف المغاربه نسى قانون المسؤوليه موضوع كاين هنا بعد المغاربه بزاف صراحه وما عرفتش الاسماء وماشي غير في استراليا في العالم كامل كامل كيبقى بوبري يخدم حياته كامله وكينسى ولادو كيقول ولادو صافي هنا غيخلقوا هنا غيتربوا هنا ما يبان لك ما كيضرب 13 سنه الميموار ديالو كان عمره راسه صافي من مينتاليتي جوريه صافي اش كيعمل؟ تكون باقي لك 5 سنين تنقدو كاع من 18 سنه صافي السكن فهمتي وعاد قانون المغرب كيجي بالصف ديال الراجل فهمتي ممنوع تخرج ابنك المغرب تجي الموافقه ديالو كيبقى يجمع الفلوس خدام جماع 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 في الاخر يجبر راسو يجمع الفلوس ابنك كيبقى اسمه بلال وعاد سامو محمد ولكن ما كيعرفش الاسلام كيزوج كمل كمل وجملة صافي طلع مع الكوار كيزوج بالكاورية احفادك يطلعوا كوارة شاع كيبقى يقول ايستاف جيزوس عيسى لا ما ما كيخرج ما المشكل كيخرج لا عيسى الاول صافي كيمشي مع اي هيت كيجبرو كيمشي معاه ملحد ولا يهودي ولا مسيحي عندك الحق كيبقى تجمع شنو يعملوا بك يلا الفلوس هادي شنو يفادوك دابا شنو فادوك انت جمعت يقولوا مليار جوج يوم من بعد انت صوب عاد كتقاوم مع جوج مزيان عاد كتبقى كيتكرف في اوروبا ما عايش شي واحد ديالو باش يكبر ولادو في الاخر كيتشاطو فيه فهمتي كاين مساكن سورتو لي لونسيان جينيراسيون لي زيميغري هكذا اي سون ديباسي ما هوتش المغرب هذا صافي هذا رافونا لا حول ولا قوه الا بالله الا نعم ولادهم كبروا وزوجو كبار وطلعوا حتى ولادهم كبار وداروا لهم ولادهم وداروا لهم احفادهم احفادهم هذا ما تجي نحفي لك سميه جون مايكل هذا ما مشي غير هذاك مشي غير دابا واحد بروبليم اخر هو كاين بزاف المغاربه كيضربوا التماره في اوروبا شنو كيعمل؟ كيعاود يشري في الدار في المغرب كيعاود لا مره في عامين شوف بحال دابا هذا مثلا نقولوا عشريه غيعاود يجلس فيها هذا كيشري دار ب 200 مليون شنو كيعمل؟ عارف انا الريافه في باري اكزاكتومون سكو تي دي كيعاودوا مره في عامين في الاخر كيجي يقول لك خالتي دات لي الدار ولد عمي دخل في الصالح سرقوني فهمتي عندهم الحق ولا You know what I'm saying? Yeah, we do quick because we're working. It's not that easy. أنا ما أعرف. أنا يخفي. راح أروح نجوك على كرسي. يعني؟ فهمتني؟ فهمتني؟ المشكلة في قبل مخدم تاعنا راه كان كيجي للدار في المغرب كيشد الدار يا كيجي كيجبر الحوايج مساو واحد قناطان خاصة وتغينا قيد الدار جا جبر ولد فيها وساكن فيها. حاجة المغرب ديالي راه فوق. أحلى حاجة في المغرب. هذا موضوع مهم هذا ديال الناس اللي على بالها نوصيكم شوف النصيحه ديالي انا الا عندك الدار في المغرب ما تسكن لا خاك ولا خالتك ولا عمتك ايضا اكري 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 دخل فلوس واخا دخل من عند ترجع على ديالي انا عيش ولا دخل عندو كار ولا تجمع لك شوف نقول لكم صراحه انا شوف تجمعات خليها دوني مره نقول لكم مع عند جانيتو ما تعملوش الخير ما بقيتش تعملوا الخير في بنادم عمل الخير في ولادك في راسك عاد الخير في فقراء ما دايرش شي حرام فقراء 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 ولا في المحكمه شكون في المحكمه الكوميساريه فقراء شكون في الحباسه مجينين فقير بو عيون فقير انزا فقير اسمو بالله واش اللي باقي فيه شمر دجاج جي اوزيس واش باقي فيه شمر دجاج جاو يطبقوا طاو ليمونه اشرح لي حتى واحد قاتل واحد ولا القاد اللي جا عند القاد تاع القانون قريت في فرنسا مجي كم عليك على ورقه ليبرو سافر نوريكم القهوه في استراليا ما كتسرباش بالكاس كبير القهوه في استراليا قد كتسربها
اعطيكم واحد الحاجه ما كيتبوش لي اللامبا كبيره ولا صغيره كبيره ولا صغيره شنق راسك بالله خير تقدر تلقاها عندها في استراليا البلاد قد تش قررت وقد قال وين سيفطروا هذا المهم نصيحه وصلتكم نصيحه وصلتكم ربي ولادكم الديور نصب ديور في المغرب ما كاينش ديك بلاص لارج كلاس بحال المغرب قاد داينا في المغرب المغرب قاد داينا كيدير القهوه كيقول عاد كيقول خلاه سخنه العشيه كيقولوا صافي سخنه نضرب شي باسكوت كيمشي يتغدى ويجي يقولوا حتى سخنه من بعد المهم الكرام شوف الموضوع راه هو اللي كاينه ما كاينه لا مغرب كاين تاع السيد شوف عطيني كاس ما وجيت شويه فراغ الراديو سمعتوني يا الدار ديالك هي اللي في شوف الدولة ديالك فين عايش في عايش في اسبانيا شري الدار في اسبانيا واللي قلت لك هو كتجبر خمسة الناس جوج ناس شاربين الناس مساكن في البلاد يدير عمرو ما عندهمش وين يروح ما عندهمش يدير في القهوة القهوة ما شافش حاجة هذا فلان هذا فلان هذا فلان المهم حنا هضرنا معكم فيري نايس هذيك هاد الصحه هاد جي فيري حنا كلنا ديال لا سخونه هاي شنو عملنا حنا المهم حنا النصيحه ديالك المغاربه النصيحه ديالك المغاربه ديال الجاليه شنو كيقولوا يعملوا خفايين في راسهم اي بطل الوالدين الوالدين صافي غير الوالدين من غير الوالدين عاد باش راسك عاد راسك خوتك ولادك 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 الا بدا ما فيهم الخير واحد حاجه الا شفتهم مايلين لواحد الجهه انت فهمتي القصد ديالي خصكم ترجعوهم نورمال فهمتي يعني باش ما يميلوش ويطيحوا الفلوس ما يفيدكم شي بالاخر والله لا فادكم الفلوس اخوان خوتك اي والله خوتك والله ما يعقلوا على الدين مره يس وخاش الخاوف خوتي عمل فيهم الخير وبعد منهم اسمع اش كيسون ديال الخاوف خاوف لي ليميت فهمتيني واحد واحد كسر واحد سيرطاناج فهمتيني تبقى شوف مصلحته شوف مصلحته دابا تصور هو المغرب انت ما عندك حتى درهم والله ما يهضر معك شي واحد بطبيعه الحال وحنا في كلمتنا انا كندوم مع شي في المغرب ربط شي شنو كيقول يقول لك جرب وليت العالم كامل يقول لك جرب تتقى انا يقول لك جرب تتقى ودات عليه وكيبيع الديتاي لا لا وهو شوف وهو واحد الصراحه ما يمكنش تعيش في واحد البلاد كود وترجع امتي لا ما يمكنش ما يمكنش ولا يعني الديفو فين الديفو فين انت نورمال نورمال بيرسوناليتي اللي يعني انت مشيتي عندك اوبورتونيتي ورجعتي امتي واسمح لي لا الاقل باسبور ديالك لا ولا لا لا الاقل بعدك باسبور اسباني خمو خصك صافي المهم بعدك رجع بعد ما تخدمش في بعدك ما تخدمش في المغرب لا خاطر رجع فيك غير الاورو بعد ديطاي الله يخليك ديطاي المهم حنا رساله بردشة معاكم وصافي اللي بغا يتعاير مرحبا بكم شاوني في دوخ مخان زايد كتعرفوا لا والله لا هانياتو حنا اليوم العد وزنا معاكم نحكم معاكم والسلام عليكم خليتك بحصه باقي مش دخل فلوس بلاتي